شيك فام الإذاعة الأولى في تونس. رئيس الحركة قدم تقريرا وبعد الحوار قرار مجلس الشورى أولا التمسك بقرار النهضة في الدفاع عن حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، والوحدة الوطنية دفاع على مبدأ، لأن نريد أن ننهي الإقصاء في تونس ونبني ديمقراطية بدون إقصاء إلا من أباء. والوحدة الوطنية كذلك تعني تكوين حكومة بين شركاء بينهم احترام، اللي لاحظناه في التصريحات في البرلمان وفي الإعلام لا تشجع على التعامل مع أطراف لا تحترم بعضها، وهذا يهدد الوحدة الوطنية ويهدد استقرار الحكومة ويهدد مصداقية الشراكة في هذه الحكومة. كذلك التهجم على النهضة، التهجم على المنظمات الوطنية وعلى رأس الاتحاد العام التونسي للشغل لا يساعد على تشكيل حكومة وحدة وطنية مستقرة تتفرغ لرفع التحدي الاقتصادي الاجتماعي بتوافق بين القوى السياسية والاجتماعية. كذلك حكومة وحدة وطنية تعني احترام إرادة الناخبين والناخبات كما جاء في رسالة التكليف من سيادة رئيس الجمهورية، واحترام التوازنات في البرلمان حتى لا نجد أنه اللي عنده مقعد في البرلمان ممثل في الحكومة واللي عنده حوالي 40 مقعد أو 20 مقعد خارج الحكومة. إذن دفاع النهضة على حكومة الوحدة الوطنية ليس دفاعا عن طرف وليس فيه إقصاء لطرف، وهو تأكيد على أن البلاد في حاجة إلى حكومة عندها أغلبية واسعة في البرلمان، عندها حسام سياسي واسع، وهذه الحكومة لا نريدها حكومة أقلية. ونقول للسياسة فخفاخ لا نريد نسخة ثانية ونسخة فاشلة للمحاولة الأولى في تشكيل الحكومة. فالنهضة حاولت تشكيل حكومة مع قوى محسوبة على الثورة بدون مشاركة قلب تونس أو غيره، ولكن هذه تجربة فشلت ولسنا مستعدين لتكرار نفس النتيجة. إذن النهضة ومجلس الشورى يؤكد على قيمة الوحدة الوطنية، وخاصة أمام الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب والوضع الإقليمي الصعب، فالتوانسة يجب يقربوا من بعضهم حول برنامج لهذه الحكومة. فالوحدة الوطنية حول برنامج اقتصادي اجتماعي فيه أولويات البلاد في الحرب على الفساد، في الحرب على الفقر، في إصلاح القطاع العام، تشجيع القطاع الخاص، أولوية التشغيل لشبابنا والتنمية لجهاتنا، فهذه كلها أولويات لا تنتظر. هذه المعاني كلها حابين نأكدوا علاش النهضة متمسكة بهذا الخيار وليست متنازلة عن خيار حكومة الوحدة الوطنية. ما هوش تكتيك، ما هوش تهديد، ما هوش مناورة، هي لحظة تاريخية أمام تونس، إما وحدة وطنية أو باش نلقاو روحنا في الانقسام في التعطيل ولا قدر الله في الفشل. هذا غير مسموح بعد كل هذه المشاورات وبعد كل الانتخابات اللي جريناها مدة 8 سنوات. ثانيا مجلس الشورى يؤكد أن العرض الذي قدمه سيد الياس فخفاخ في تشكيل حكومته عرض دون المطلوب، لا يحقق مقصد الوحدة الوطنية، فيه عدم توازن بين الأطراف المشاركة في هذه الحكومة، فيها حديث على تحييد وزراء بشخصيات غير محايدة، وحديث على تحييد وزارات لا مبررة لتحييدها. كذلك عندنا ملاحظات حول بعض الشخصيات على مستوى الكفاءة، بل البعض يرتقي الأمر إلى شبهات حول النزاهة، وطبعا هذا سيكون محل تفاوض مع السيد الياس الفخفاخ. كذلك
غياب التوازن بين الكتل في البرلمان وضعف تمثيل المرأة والشباب، رغم وعود سياس الفخفاخ ورغم ما قدمته النهضة من اقتراحات. كذلك مستوى آخر مهم، نحن نثمن دور السيد رئيس الجمهورية وحرصه على التعجيل بتشكيل الحكومة، وتقديره لدور النهضة الهام في نجاح تشكيل الحكومة، وندعو سيادة رئيس الجمهورية للتدخل وللمساعدة من موقعه ومن سلطته، وخاصة أن الشخصية اللي قدمها لتشكيل الحكومة شخصية قدر أنها الأقدر، فنحتاج أن نثبت أنها الأقدر في تشكيل الحكومة. فالنهضة منفتحة لمساعدة سيادة فخفاخ على تشكيل الحكومة، لمساعدة سيد رئيس الجمهورية للنجاح في تشكيل الحكومة، ولكن ليس أي حكومة. كذلك احنا قدمنا اقتراحات في كفاءات من خيرة الكفاءات عند النهضة للمشاركة في هذه الحكومة، ولكن رد السيد الصفاخ في بعض الحالات في تغيير مواقع او في حرمان النهضة من دخول وزارات معينة او في رفض تكليف كفاءات معينة لم يكن مقنعا. نحن نحترم قرار رئيس الحكومة في اختيار فريقه الحكومي، ولكن بعد التشاور مع الأطراف المشاركة وخاصة الطرف الأساسي، لأن النهضة هي الحزب الأول بالانتخابات والكتلة الأولى في البرلمان، وهو أو أكبر طرف سيتحمل مسؤولية هذه الحكومة إن شارك فيها. فنحن على قدر حجم النهضة، على قدر مسؤولية النهضة، على قدر كفاءات اللي تقدمها النهضة، نحن ندافع عن حقنا في أن يكون حضور النهضة حضورا مناسبا في هذه الحكومة، واحترام حق شركائنا كذلك في المشاركة. فلاحظنا اللي السيد الياس فخفاخ يرفض لنا طلبا في أن نكون على رأس وزارة بدعوة تحييدها، وما ثماش علاش باش يحيدها، ومن بعد نكتشفوا أنه يضع معناتها يكلف فيها شخصية غير محايدة قريبة منه ومن حزبه. فإذا نحن نريد وضوحا في التوازن داخل الحكومة بما يحترم التوازن في البرلمان، لأنه هو مصدر ثقة هذه الحكومة، وما يحترم إرادة الناخبين حتى تبقى للانتخابات معنا في هذه الديمقراطية الناشئة، في انتظار أن نطور القانون الانتخابي اللي أعطانا كل هذا التشتت وهذه الصعوبة في تشكيل الحكومة. إذن الحكومة بما اقترحه السيد الياس فخفاخ إلى حد الآن لا يمكن أن تحظى بثقة حركة النهضة، وهذا من باب المسؤولية الوطنية، لأن احنا حريصين أن نكون حكومة عندها حظوظ باش تستمر، عندها حظوظ باش تنجح في رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي وتدخل الإصلاحات، وعندها استقرار في البرلمان. ما نقبلوش باش نعمل حكومة تفشل في تمرير أول قرار أو أول قانون في البرلمان. ما نقبلوش باش نعمل حكومة يكفي باش يختلفوا فيها زوز أحزاب أو زوز شخصيات نلقاو الحكومة هذه قد تنهار. فإحنا بعد 8 سنوات من الثورة نريد الاستقرار، نريد توسيع التوافق، توسيع الشراكة، ونريد التفرغ للعمل، للإنتاج، للإصلاح كفى جدلا. الحكومة اللي قدمها سيدي فخفاخ ما عندهاش حظوظ باش تستمر وباش تنجح. هذاك علاش احنا ننصح سيدي فخفاخ ان لا يستعجل تقديم قائمته للسيد رئيس الجمهورية، ومازال عندنا شوية وقت، مش برشا، ولكن الوقت مهم وكافي باش نوسعوا المشاورات ونحسنوا تركيبة الحكومة ونحسنوا اختيار الشخصيات في هذه الحكومة حتى تنجح الحكومة وتنجح تونس ولا تضيع هذه الفرصة على بلادنا. هذاك علاش
مجلس الشورى كلف المكتب التنفيذي بمواصلة التفاوض، وكذلك سيبقى مجلس الشورى في حالة انعقاد، لأنه مجلس الشورى ومؤسسات الحركة وبالتوافق مع السيد رئيس الحركة هي اللي تقرر منح الثقة لحكومة من عدمها. فإحنا في هذه اللحظة الحاسمة النهضة متحملة مسؤوليتها الوطنية، النهضة مادة يدها لتوفير شروط النجاح لحكومة وحدة وطنية، وننتظر تفاعلا إيجابيا من سيد ياس فخفاخ المكلف بتشكيل حكومة بتكليف من سيد رئيس الجمهورية، في رسالة وضح فيها سيد رئيس الجمهورية أن هذه ليست حكومة رئيس الجمهورية، هذه حكومة الشعب التونسي، والشعب التونسي اللي مثلوه في هذا الموضوع موجودين في البرلمان. فلا نقصي أحدا، لا ائتلاف الكرامة ولا قلب تونس ولا أي نائب في البرلمان، كل من هو مستعد للموافقة على برنامج الحكومة لتقديم كفاءات نظيفة قادرة تخدم البلاد مرحبا به في الحكومة. وإحنا قلنا بعد التجربة اللي عاشتها النهضة في الشوط الأول مع حكومة الثوريين بدون بعض الأحزاب أو حكومة المستقلين بدون أحزاب، توصلنا قناعة اللي إحنا ما نفرقوش بين الكتل في البرلمان، ما نفرقوش بين النواب المنتخبين في البرلمان، ما نفرقوش بين تحية تونس وقلب تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب. فإحنا مدين يدينا للتعامل مع الجميع، ونريد من رئيس الحكومة أن يمد يده للتعامل مع مختلف الأطراف على أساس برنامج يتفق عليه التونسيون.